على كل حال احنا معانا دلوقتي على الهاتف الكاتب الروائي الكبير يوسف القعيد، احد اصدقاء طبعا اديب نوبل نجيب محفوظ. بنصبح على حضرتك، منورنا على الهاتف. صباح الخير يا مصر. صباح الخير، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. يعني هل لازال الاعمال لنجيب محفوظ لم تعرض بعد ولم يكشف عنها؟ يعني انا لا استطيع الاجابه على هذا السؤال بيقين مطلق، انما اعلن مؤخرا ان تم العثور على اوراق بخط يده هتنشر قريبا. اعلنت ابنته هدى نجيب محفوظ او ام كلثوم اسمها الحقيقي، ايوه، اعلنت هذا وده حقها، واحنا في انتظار ان نقرا الاوراق التي عثرت عليها بخط نجيب محفوظ، وتعتبر اضافه للادب العربي واكتشاف مهم جدا من اكتشافات الادب العربي الحديث. هتعتبر حدث ادبي مهم جدا 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 عندما تنشر وعندما نقراها. ايوه. طيب هذه الاوراق يعني كتبها نجيب محفوظ في اعتقادك يعني في اي وقت بالتحديد؟ هل في فترة النقاهة؟ أنا لم أرها حتى أحكم عليها وأقول لك كتبها في أي وقت من الأوقات. احنا بنتعامل مع مجهول. عندما تنشر سيكون هناك كلام آخر ونقرأها ونقول تنتمي إلى أي مرحلة من مراحل نتاجاته الأدبية المهمة، لكنها حدث أدبي مهم للغاية طبعا، وحدث أدبي غير عادي ويجب التوقف أمامه وإعطاء ما يستحقه من أهمية. طيب حابين حضرتك تكلمنا عن أيامك طبعا بالقرب من نجيب محفوظ، إزاي أثرت في تكوينك؟ يعني أنا يعني أثر في تكويني كثيرا جدا أخذه الأدب بجدية مطلقة قراءة وكتابة، واعتبار قضية الرواية الحديثة قضية عمره والقصة القصيرة قضية عمره الأساسية، وكان جادا جدا وكان يعتبر الأدب قضية أساسية في حياته، ودي مسألة تراجعت من حياة كثير جدا من الأجيال التي جاءت بعده، وكان حريصا على هذا طوال حياته، يعني بشكل غير عادي وبشكل احترافي جيد ولا بأس به. روائي الكبير يوسف القعيد، كل الشكر ليك على اتصالك الهاتفي بينا في صباح الخير يا مصر.